وهذا القرار قرار صعب جدا، قرار رئيس الجمهورية بند رقم 8 بإلغاء تعيين البابا شنودة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وواقع هذا الخبر على نيافتك وعلى المسيحيين بشكل عام. طبعا كان خبر صعب جدا جدا. أنا سمعت الخبر ده بالليل متأخر، والساعة 3 أخذت العربية ورحت الدير وقابلت في نفس اليوم. نفس اليوم يعني الساعة 3 الصبح وصلت للدير وبره يعني، فلقيت سيدنا البابا موجود، وكان موجود نيافة الأنبا ناتشوس أفتكر بتاع السويس ونيافة الأنبا مرقس شبرا الخيمة، ويعني سيدنا صلنا وكده هوت لكن كان طبعا خبر يعني غير عادل، وكل الناس اتأثرت بيه، ويعني مش عاوز أقول إنه النهاية كانت مؤلمة برضو يعني. صحيح. يعني ورجع سيدنا البابا وقدم تاني وكرهوت يعني، وما كانش يعني الحبس مستمر في نفس الوقت، يعني زي ما بقول كانت النهاية مؤلمة للبعض وكده يعني. سيدنا يعني نيافتك كنت أوائل الناس اللي زارت البابا، أنت نيافتك بتقول لي كنت عنده في القلاية على طول بعدها بساعات يعني. بساعات وبعدين سيدنا لما رجعت الأمن اللي أنت كنت فين. صحيح. ممكن سيدنا توصف لنا يعني تنقل لنا الصورة، قداسة البابا شنودة في الوقت ده كان عامل إزاي؟ سيدنا على فكرة شديد جدا جدا، كان أنبا شنودة شديد جدا يعني، ما كانش من النوع اللي يتأثر، وكان طبعا ما يقولش كلمة مثلا في عزة وهو مش منفذ الكلام. سيدنا ما كانش على فكرة متأثر كتير وكده يعني. صحيح يعني كان يمكن يعني مش مبسوط، لكن يعني ما حسناش انه هو مثلا خايف ولا ما عرفش كده، لانه هو طبعا ما كانش يحب المراكز اساسا وكده يعني، يعني كتير كده من ربنا. ف يعني كان يعني تأثيره عادي، وبرضه صلنا وسافرنا وكده يعني، ما فيش حاجة يعني. دي كانت الزيارة الوحيدة في فترة التحفظ يا سيدنا ولا نيافة؟ لا، بعد كده بقى فتحوا الزيارات سوية، كنا بنطلب من أمن الدولة إنه يفتح لنا الزيارة وكده، وكان عندنا من بوتيج دكتور وزير الثقافة جمال العطيفي، فأنا اتصلت بيه، كان هو نائب عن بوتيج في المجلس، وجاب لي تصريح ورحت يعني قابلت البابا في كان في بقى في الدين أنبر شوي مش في قليته يعني، كان أنبر سربامون خلاه ساب قليته وجي قعد في الدين أنبر شوي وكده يعني. بس المقابلة المرة دي يعني المقابلة رقم 2 كانت أحسن شوية من المقابلة رقم 1. طبعا يعني، وهو سيدنا يعني كان محب يعني للناس، وكان راضي بالتجربة برضا عجيب يعني. صحيح.